نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، نبدأها بالعناوين. مطالب بإلغاء العقوبة السالبة للحرية بسبب إصدار شيكات دون رصيد ومراجعة القوانين لفائدة المؤسسات والمستثمرين المتضررين. عائدات التونسيين بالخارج تسجل ارتفاعاً يساهم في إنعاش رصيد تونس من العملة الصعبة في انتظار دعم الأرضية المناسبة لتوجيه هذه التحولات للاستثمار. وقادة دول مجموعة بريكس يقررون توسعة عضوية المجموعة بضم 6 دول أخرى في ختام أشغال قمتهم بجوهانسبورغ. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. ينص الفصل 411 من القانون التجاري على أن يعاقب بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية مالية تعادل 40% من قيمة الشيك كل من يصدر شيكا دون رصيد. قانون تضرر منه العديد، خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فتعالت مطالبات بضرورة تعديله، خاصة في ظل عمل وزارة العدل على تعديل هذا القانون. الأحكام كتلمهم في 30 سنة، خطر أنا شركتي وقفت في الكورونا اللي وقفتها للدولة، رجعوا لي شيكات، توقفت، شديت الحبس 3 أشهر، مازال عندي أحكام. بابا بيع الدار. هي صاحبة مؤسسة لتنظيم الحفلات، واجهت صعوبات الكورونا والحجر الصحي العام، فكانت النتيجة خسارة استثماراتها وأحكام بالسجن من أجل إصدار شيكات دون رصيد وفق الفصل 411 من القانون التجاري الذي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية تساوي 40% من مبلغ الشيك كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه. تجربة تتقاسمها مع آلاف أصحاب المؤسسات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة الذين وقعوا في فخ الصكوك دون رصيد وواجهوا بعدها قضايا تنتهي بأغلبهم في السجون، إلى جانب خسارة مشاريعهم نتيجة عجز عن السداد. 3 سنين كورونا ما نخدموش، هي انا شكون يعوضني؟ شكون يعوض الخساره؟ دار اللي تباعت، شركه مشيت، ماتريال كل مشي، الناس اللي تخدم معايا توا ما عادش نجم نعمل حتى شيء، كل شيء ضاع، كل شيء مشي. في حاجه انا ما عندي فيها حتى ذنب. مؤسسات بلعت نتاعنا، احنا ناس كل ورطنا، ناس كل احنا بينا ربي، عنا صغارنا، ناس بلينا احنا مؤسسات صغرى كل راهي تحطمت، عباد في الحبوسات، عباد خمش تورب، عباد من روشرشي كيفاش تحبوا يخدم ويخلص الواحد. انا توقفت اختي وما خرجت، عندي يمكن بريسك تو 8 أشهر، ليه 8 أشهر ما تنجمش تمشي تخدم؟ ما تنجمش تمشي لقباضة انترديكسيون، تمشي البنك انترديت شيك، تمشي شنو باش تعمل؟ كيفاش باش تخدم؟ احنا ما عندناش خالص وباتين، كيفاش بتمشي تخت؟ ويعتبر شيك وسيلة الدفع الأولى، حيث مثلت الشيكات المتداولة في الثلاثي الأول من سنة 23 و2000 نحو 30 مليار دينار في وقت ارتفعت فيه قيمة الصكوك التي لم يتم خلاصها بسبب نقص الرصيد وانعدامه إلى 818 مليون دينار، وذلك وسط تحول الشيك إلى وسيلة تقسيط وحتى تمويل في مواجهة عقوبات سجنية في حال الإخلال بالخلاص. نحكيه على 800 سنة حبس، نحكيه على 2000 سنة حبس. اليوم الاقتصاد التونسي واقف على مجموعة من الشيكات المؤجلة والشيكات الضمان، وفي نفس الوقت عندنا عقوبات سالبة للحرية في الاقتصاد التونسي في المجلة التجارية والفصل 411. الفصل هذايا هو فصل معناتها يحطم المؤسسة، ما يخليش المؤسسة أنها تنجم تخدم صاحب المؤسسة. وفي كل دول العالم أي واحد ينجم يفشل في مشروع ويعاود يبني، إلا في تونس فشل المشروع يعني السجن. ويطالب ضحايا الشيكات دون رصيد بالإسراع بمراجعة المنظومة التشريعية وإلغاء الأحكام السجنية في الجرائم المتعلقة بالصكوك. كي أنت ما تعطينيش بروسيدير، تعطيني حل جذري، ما هوش حل متاع هنسيبك اليوم برا 5-6 أشهر ونزيد نهبتك كيف صرت، ما أنت ما تخلصش، خلينا احنا نرجع نخدم وندوره في الدورة الاقتصادية متاع البلاد، خلينا نخلصوا العباد. كي تدخلوا هما للحبس زعما ينجموا يخلصوا، خرج الناس من الحبوسات، خلي الناس ترجع تخدم، وراه المؤسسات صغرى متوسطة هي العمود متاع الاقتصاد في تونس. كتكسر العمود متاع الاقتصاد الكل ينهار. لازم قانون الصكوك بدون رصيد يتغير باش يخلي العباد أنها تخدم وتنجم تخلص، ونمشيو للمدني كيما الدول الكل. رفع العقوبة السالبة للحرية أعطاه ديناميكية وأعطاه نشاط للاقتصاد، وفي نفس الوقت
رجع الشيك لأصل الوظيفة نتاعو. تأتي هذه الدعوة في وقت تعمل فيه وزارة العدل على النظر في مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، مشروع أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أنه يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة. من جانبها تدعو المنظمات المهنية لتفعيل دور المنظومة البنكية في الاقتصاد والاعتماد على الشيك الإلكتروني. اليوم قادرين أن نفعلوا المعاملات الإلكترونية اللي هي فيها شفافية أكثر وفيها معناتها وضوح أكثر بالنسبة للبنك، وحتى الدولة تكون مستفيدة من هالمعاملات التجارية اللي تكون مراقبنا. والشيك الإلكتروني يضمن الحق الطرفين ويرجع الشيك لوظيفته، ونعطيه قوة تنفيذية للصك، معناتها الصك نجموا نمشيه ننفذوا به بالعقل. ومن المنتظر أن يعمل مشروع القانون الجديد لصكوك على دعم أمانة وموثوقية التعامل بها عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة. سجلت عائدة التونسيين بالخارج ارتفاعا ملحوظا ساهم في إنعاش رصيد تونس من العملة الصعبة، غير أن هذه التحويلات لا يذهب منها إلا القليل للاستثمار الذي يتطلب مناخا ملائما حتى يتطور. بالرغم من التأثيرات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني والارتفاعات المهولة لنسب التضخم في العالم، فإن تحويلات التونسيين بالخارج شهدت ارتفاعاً وفق أحدث المؤشرات المالية والنقدية المحينة من قبل البنك المركزي التونسي، ما غطى خدمة الدين الخارجي بشكل كامل تقريباً. التحويلات المالية أصبحت عنصر مهم جداً في الاقتصاد الوطني. التحويلات المالية سنة 2022 تقدر بأكثر من 9000 مليون دينار، خلال السداسية الأولى أكثر من 4000 مليون دينار، في تقريبا غطت الدين الخارجي بفضل التحويلات المالية للتونسيين بالخارج. التونسيين بالخارج في حاجة إلى مزيد التشجيع على مستوى التشريع في المجال المالي، على مستوى التشريع في مجال الاستثمار. أما تحسن في ناحية تخطيط نسبة خدمة الدين يعطينا إمكانيات على مستوى السيولة وعلى مستوى تمويل الميزانية. بالأساس هل أنه هذه مش الاستثمار ولا لا؟ تعرف أنت هذوما مداخيل التحويلات من الخارج، هي تحويلات بالأساس نتاع التوانسة اللي عايشين بالخارج إلى عائلاتهم هنا في تونس. جزء قليل منهم هو تحويلات إلى استثمار خاصة بالنسبة للسكن والاقتناء العقارات، ما هوش هو الجزء الأكبر. الجزء الأكبر هو تحويلات من أجل وحتى تحافظ هذه التحويلات على مساهماتها في الاقتصاد الوطني، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن توجيهها إلى الاستثمار مهم، لكن دفع الاستثمار يحتاج إلى رؤية أوسع تفرضها المتغيرات. الاستثمار يكون بطرق أخرى، بتعزيز القوة متاع الاقتصاد الوطني، بتعزيز دور القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد. اليوم ما ننساش اللي الصعوبات اللي يعرفها القطاع العمومي البنكي والبنوك العمومية، تعرف التداعيات الأخيرة متاع الأحداث خاصة في البنك الإسكان اللي اليوم قاعدة تأثر على التمويل الاستثمار، وخاصة من البنوك العمومية اللي عندها دور تاريخي مهم جداً. ويعتبر رئيس حلقة الماليين التونسيين أن مساهمات التونسيين بالخارج في إثراء رصيد تونس من العملة الصعبة ملحوظ على المدى القصير، غير أن الاستثمار يحتاج أيضا إلى وضوح الرؤية على المدين المتوسط والطويل. خلال زيارة غير معلنة أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى مدينة ريانا، استمع رئيس الجمهورية إلى مشاغل عدد من المواطنين، وبين بالمناسبة ضرورة إيجاد طرق قانونية لظاهرة الانتصاب الفوضوي. وأكد رئيس الدولة لعدد من الذين كانوا منتصبين بالمنطقة أنه يمكن إيجاد حلول لهم في إطار القانون وفي أماكن محددة تخضع للرقابة في مستوى السلع المعروضة للبيع وفي مستوى الأسعار. وكانت بلدية أريانا نفذت الأحد الماضي حملة لإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدي بأريانا المدينة.
زيارة غير معلنة إلى مدينة أريانا توجه خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى السوق البلدية بالمكان ومحيطه بعد حملة قامت بها مؤخرا البلدية لإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق. وقد تحدث رئيس الجمهورية إلى عدد من المواطنين وشدد على ضرورة إيجاد طرق قانونية للانتصاب، مؤكدا لعدد من الذين كانوا منتصبين بالمنطقة أنه بالإمكان إيجاد حلول لهم في إطار القانون وفي أماكن محددة تخضع للرقابة في مستوى السلع المعروضة للبيع وفي مستوى الأسعار. كنا نخدم صحيح انتصاب فوضوي، لا يكفي من الانتصاب الفوضوي. ايش نعملوا؟ هذا ملك للشعب التونسي. واحنا معك سيد الرئيس. ما يلزمش ينتصب فيه بغير وجه قانون. البطوار موقف احد من عام 2011 هم يقولوا على البطوار. صحيح. اليوم يلزم تاخذوا مكان قانون. والناس تولي تجي بطريقه قانونيه، تنجم شكون تتعدل هنا؟ ما كنتش نجم تعدل. يعطيوك رخصه في اطار القانون، اما اللي عاجبك اللي كان موجود هنا. لا لا يعاجبك اللي كان هنا. سيد الرئيس. وتعرف شو يصير. واثر ذلك تنقل رئيس الجمهوريه الى حي الغزاله ثم الى برج الوزير واستمع الى طلبات المواطنين. السكر ما فماش، المقرونه قليله، رانا تشوينا، الغلا ياسر. الماء الخبز والخضرة، الكل مع بعضنا ان شاء الله، الكل مع بعضنا باش نقاوم المافيا. ولاد الكياس والولاد، عمولة الرب، ناموس روان. كما اطلع على وضع عدد من الطرقات التي لم تقع صيانتها ولم تعد اصلا صالحة للاستعمال، إلى جانب الوضع البيئي والفواضل الملقاة على قارعة الطريق. من شتاء تاع مناول، من شتاء تاع مناول، شتاء مناول تحفر هذايا، تم واحد الله يرحم والديه جاب كميون اقربي وعمل البقعه. عمل البقعه بالسيمان. بالسيمان وهذا لا هاكا شو السيمان شو اللي باش يقعد. خلوا ولاده يقروا لهنا ولا وهذا بجنب مدرسة. وين هي البلدية؟ هما الناس ممكن تكثر الناس. لا لا شو باش يخليها الناس هذا نعم وقلت لك ملي كنت تجي لهنا. نعم. الناس ولا التاكسيات ما عادش تحب تدخل. نعم. وديجا وديجا سيد الرئيس الناس كملوا ما عندهمش تقريبا جماعة كملوا السيفين حتى السنين وديها شو. وشدد رئيس الدولة على أن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي لمدة عقود من الزمن على كل المستويات ترتقي إلى مرتبة الجريمة ضد الوطن والشعب. ولا بد من أن تتعاضد كل جهود الوطنيين من أجل محاسبة من اقترفها. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية أفادت شركة النقل بتونس بأن يوم الاثنين 28 من أوت الحالي هو موعد انطلاق عمليات بيع القسط الأول من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 23/2024/2025. وأوضحت الشركة أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديد تونس حلق الواد المرسى تتم من خلال مكاتب البريد ووكالات تجارية لتأمين عمليات البيع، كما سيتم تخصيص شباك بمحطة الخط تونس حلق الواد المرسى تونس البحرية للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات. ولفتت الشركة إلى أنه بالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ ذاته فإنه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الانترنت من خلال موقعي الويب التاليين transtunisie.tn أو اشتراك.post.tn. تحصل مركز الصحة الأساسية بسطح جابر التابع للدائرة الصحية بالمنستير على الاعتماد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في جودة وسلامة الخدمات الصحية ليكون بذلك أول مؤسسة صحية تتحصل على الاعتماد. هي إحدى ومضات التثقيف الصحي التي يتابعها المرضى بقاعة الانتظار بمركز الصحة الأساسية بسطح جابر بالمنستير، وهي واحدة من بين مقاييس عدة مكنت المركز من الحصول على شهادة الاعتماد في جودة وسلامة الخدمات الصحية صنف ذهب ليكون بذلك المركز الأول وطنياً في مجال جودة وسلامة الخدمات الصحية على مدى السنوات الثلاث القادمة منذ انطلاق منح الاعتماد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد
في المجال الصحي. كمركز الصحة الأساسية سطح جابر هو أول مركز صحة أساسية على المستوى الوطني يتحصل على شهادة الاعتماد في جودة وسلامة الخدمات الصحية، وخذيناها صنف ذهب. قمنا بتكوين لجنة قيادة هي فيها فريق العمل كامل. المريض هذا احنا بالحق معناها خليناه في محور اهتماماتنا، باش شركناه في أخذ القرار متاعه في تلبية حاجياته الصحية، المحافظة على حقوقه كيف ما احترام الذات الشخصي كما ضمان سلامته وتمكين من احتياجاته، باش نحسنوا الخدمة المريض خاصة المريض ذوي الاحتياجات الخاصة. صارت اعتمادات من وزارة الصحة داعمين من أهالي سطح جابر ومن المجتمع المدني تحت إشراف الإدارة الجهوية. الشهادة هذه راهي صالحة كان 3 سنين، هيك علاش لازمنا نعملوا تو نوميو من أكثر طاقتنا باش نحافظوا عليها. شهد المركز تحسينات على مستوى التهيئة الخارجية والبنية التحتية وقاعات العلاج إلى جانب ظروف الاستقبال، وهو ما انعكس على نفسية المرضى. توا تشرح باش تجي تعدي فيه تحس برياحية، تحسك كي حتى كي تقعد تحس بروحك كأنك معناتها في سبيطار جديد. بالنسبة على قبل راه قبل كنت ما تقاش حتى باش يقيت القصف في الشارع، حتى نساء الكبار ما يعاملوا فيهم تاعك الدم والسكر معاملة بايد. يعني مشيت راه المستوصف تاع المستير الكل حز مستوصف عام من قبل نعدي هوني، والمستوصف شد تطور كبير معناتها تبدل برشا وتحسن زاد المنظر، زاد تبدل برشا تطور، والإطار الطبي زاد قائم بالواجب نتاعه، هو في المنظر ارتاح برشا ولا وتنظم اكثر ويستقبلونا استقبال باهي. الحقيقه الدوانة موجود عندهم، اما قبل كان الحقيقه حاله تو نظيف وكل شيء فيه بالقد ترقى ونتقعد قبلنا على بعضنا. راهو نبدا شهاده الاعتماد هذه كانت نتيجه خدمه فرق من 2017 تداولوا على المرض. وشنو السر في الحكايه هذه الكل؟ حالي بروح الفريق الاحساس بالانتماء، خاطر نخدم في حومتي ونحبهم ونخاف عليهم ونرعاهم وكانه بارون انسان كل مواطن عندي يعني بارون هيك. المريض هو محور اهتمام الاطار الطبي وشبه الطبي بمركز الصحه الأساسية سطح جابر التابع لمجمع الصحة الأساسية بالمنستير، من حيث ظروف استقباله والتكفل به على أن يتم تعميم هذا المبدأ لتشمل شهادة الاعتماد مؤسسات صحية أخرى. دوليا، تم الإعلان عن انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس في نهاية أشغال قمة امتدت على 3 أيام بجوهانسبورغ. إعلان قوبل بترحيب من قبل هذه الدول، ومن بينها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. في ختام قمتهم، دعا زعماء تحالف بريكس الذي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى توسعة قائمة الدول المنتسبة إلى هذا التحالف، وذلك بتوجيه الدعوة إلى 6 دول من بينها إيران والسعودية والإمارات ومصر. وزير الخارجية السعودي فيصل ابن فرحان قال إن بلاده تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول بريكس. إن العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة ودول مجموعة بريكس تعزز عطور المبادئ المشتركة، ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. بدوره قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقمة بريكس في جوهانسبورغ إن طهران تدعم جهود تكتل الاقتصادات الناشئة للابتعاد عن الاعتماد على الدولار. أما أثيوبيا فقد قال رئيس وزرائها أبي أحمد إن بلاده تهدف إلى أن تصبح مركزا للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق أفريقيا. وفي هذا السياق أكد رئيس جنوب أفريقيا خلال كلمته أن الدول الأفريقية تأمل أن تحوز مساعدة المجموعة في عدد من المشاريع من بينها البنية التحتية والتنمية. تدخلات الرؤساء أشارت إلى اهتمام عدد من الدول بالانضمام لمجموعة بريكس التي تعمل على إقامة نظام اقتصادي عالمي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعن بعد تحدث في مداخلة خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة عن أهمية هذا التكتل الاقتصادي الكبير، وبانتهاء القمة توصيات لبحث آليات ضم أعضاء جدد للمجموعة رغم اعتراض بعض الدول، كذلك دعوة قادة عدد من الدول إلى إرساء نظام عالمي متعدد وإنهاء هيمنة الدولار.
بدأت السلطات الأمنية الروسية تحقيقا في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد إخلاعها من مطار في موسكو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها 10، فيما لم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الكرملين على هذا الحادث. في أول ظهور علني له ساعات بعد تحطم الطائرة الخاصة في روسيا وعلى متنها 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، لم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولو تلميحا على الحادث، واكتفى بمداخلة مقتضبة في علاقة بقمة بريكس بجوهانسبورغ. بوتين الذي رحب بالتعاون المشترك بين دول بريكس بما فيها المنظمة حديثا لم يبدو عليه أي توتر أو عدم ارتياح، وهو الأمر الذي كان يتوقعه مراقبون على اعتبار أن السياق غير ملائم وفق تقديرهم، إلا أنهم في المقابل يعتبرون أن طبق الانتقام يؤكل باردا بالنسبة إلى بوتين الذي يكثر الحديث ولو بشكل غير مباشر عن تورطه في الحادث، خاصة وقد نشرت له تقارير غربية مقطع فيديو في وقت سابق يقول فيه إنه لا يتسامح مع الخيانة، في إشارة إلى التمرد الفاشل الذي قاده زعيم فاغنر ضد الكريملين في جوان الماضي. في الأثناء بدأت السلطات الأمنية تحقيقا في فرضية وجود قنبلة ناسفة على متن الطائرة، فيما يبدو إبعادا لشبهة تفجيرها في اعتداء خارجي، فيما قطعت المصادر ذاتها الشك باليقين حين كشفت أنه تم التعرف على جثة زعيم فاغنر العسكرية الروسية، كما تم كذلك التعرف على جثة مساعده ديمتري أوتكين الذي قضى أيضا في الحادث. هذا ونشرت هيئة الطيران المدني الروسية اليوم أسماء جميع الركاب 10 وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة، وقد تم تطويق موقف طائرة بريغوجين في المطار الذي أقلعت منه أمس بموسكو، وجرى استجواب كل من كان قريبا من موقع الإقلاع وأثناء عمليات الصيانة، كما تم سحب جميع التسجيلات من كاميرات المراقبة الموجهة صوب الطائرة. وفي انتظار نتائج التحقيقات لم يعلق الكريملين حتى الساعة على الحادث. ظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في تسجيل مصور تداوله الجيش اليوم وهو خارج مجمع قيادة الجيش، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب قبل 4 أشهر، ويقاتل الجيش قوات الدعم السريع من أجل السيطرة على العاصمة وعدة مدن رئيسية. يأتي هذا التسجيل في الوقت الذي تشن فيه قوات الدعم السريع هجوما مستمرا منذ أيام على قاعدة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وهي القاعدة الرئيسية الوحيدة الأخرى للجيش بعيدا عن مقر القيادة. عودة إلى تونس، وضمن فعاليات اختتام الدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة نلقي الضوء على معرض فنون عائمة. المعرض يقدم أعمالا فنية رسمت على أشرعة مجموعة من المراكب. نتابع. هي مراكب صيد تحولت إلى محامل لوحات فنية على شكل أشرعة وسط مياه البحر. هكذا اختتمت الدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بمدينة الشابة من ولاية المهدية. فكرة تتمثل في إعداد أشرعة معناها والتدخل عليها عبر رسوم جرافيتي، رسوم للأطفال ولكل الفئات العمرية، إلى جانب الرهان الثقافي والفني الراهن أيضا على الجانب البيئي والجانب الترويجي للسياحة الداخلية. فنون عائمة هو عنوان هذا المعرض الذي جمع عددا من الفنانين التشكيليين من مختلف المدارس والولايات ليحولوا هذه الأشرعة إلى لوحات فنية. مجموعة من الأشرعة اللي تم إعدادها في الفضاء معناها العمومي بالشاطئ، الأشرعة هذه أشرفت عليها مع مجموعة من الزملاء من الفنانين، وكذلك ساهموا فيها بعض الزوار وبعض الأطفال، ثم تم نقلها لتنصيبها الآن على يعني على مراكب الصيد للخروج في استعراض يعني بحري. خرجنا عن فضاءات العرض التقليدية، اليوم نشوفوا أنه الفن خرج للشارع، الفن خرج للشاطئ، خرج الفن لخصوصية المكان ولفن الموقع. اليوم تشوف معناتها لهنا في الشراعات اللي مش تركب على السفين، نشوفوا الشراعات مخدومة يعني بالتقنية البانتور لهنا. أنا بون الشراع متاعي لهنا خدمته بتقنية الجرافير، بون الجرافير اللي كانت معهودة
متعودة أني تكون في فضاءات ضيقة، اليوم نخرج بها في فضاءات شاسعة. التنصيبات المائية كانت حاضرة أيضا في هذا المعرض العام من خلال بعض المنحوتات والأعمال الفنية بمختلف أشكالها. تجربة حاجة جديدة بالنسبة لي، والحقيقة مش كان بالنسبة لي، معناها في تونس أول مرة أنها معناها جميع أنواع الفنون تجب تتعرض في وسط الماء. معناها في الأول قلنا الأعمال المفروض تخدم كلها بالخفيف ولا بدي ماتير اللي معناها تجب تطفو على سطح الماء. يبقى بعد ليك أنا بالإكزامبل الخدمة بالحجر معناتها اللي هو ماتير دير وصلبة وديريكت مطيح، ولقينا دي سوليسيون باش أنها تتعرض معناها على سطح الماء. ليدي فرانشمون ليدي ياسر أوريجينال ياسر مزيانة. كما احتضن ميناء صيد البحري بالشباب بعض الأعمال الفنية من خلال الرسم على الجداريات. هذه نخدم على شخصية نزار مكشر الشهيد 2012 شهيد الثورة، هو مواصل المشروع 24 ولاية 24 شخصية تونسية. حبينا هنا نعمل لمسة وفاء وخليه الشخصية هذه في الرمزية متاحة والدلالة متاحة في المحيط اللي هي فيه في الشابة مع الخصائص اللي موجودة كيما القرنيت كيما الحوت. تنوعت أشكال الرسم والنحت في هذا المهرجان، فكان البحر الفضاء الأكثر حضورا باحتضانه لهذه الأشرع الملونة التي تعانق المياه وتتحدى الرياح، معلنة بأن الفن لا يعترف بالحدود وأنه إبحار وإقلاع نحو عالم أجمل وأرحب. في أخبار الرياضة، وضعت قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت اليوم بمدينة كوالالمبور الماليزية، وضعت لندا السعودية على رأسها النصر والهلال والاتحاد في مجموعات في المتناول، حيث حل الهلال في المجموعة الرابعة إلى جانب نساج الإيراني ومومباي الهندي ونافباهور الأوزبكي، وحل النصر في المجموعة الخامسة إلى جانب بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال من طاجكستان، فيما حل الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكية. حقق بالميراس البرازيلي خطوة هامة نحو المربع الذهبي من كأس ليبرتادورس بعد فوز ثمين استقر على رباعية نظيفة في شباك مضيفه ديبورتيفو بيريرا الكولومبي في ذهاب ربع نهائي المسابقة، ويلتقي الفريقان إيابا في 30 من الشهر الحالي عندما يحل الفريق الكولومبي ضيفا على بالميراس في مهمة شبه مستحيلة أو شبه مستحيلة. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. مطالب بإلغاء العقوبة السالبة للحرية بسبب إصدار شيكات دون رصيد ومراجعة القوانين لفائدة المؤسسات والمستثمرين المتضررين. عائدات التونسيين بالخارج تسجل ارتفاعا يساهم في إنعاش رصيد تونس من العملة الصعبة، في انتظار دعم الأرضية المناسبة لتوجيه هذه التحويلات للاستثمار. وقادة دول مجموعة بريكس يقررون توسيع عضوية المجموعة بضم 6 دول أخرى في ختام أشغال قمتهم بجوهانسبورغ. وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة، ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. إذن كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.